اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من ولا اطيب. اليوم رح يكون عندنا طبقين كمان اطباق غير شكل. خلينا نشوف شو الطبق الاول ونرجع نحن وياكم. مكونات باستا بصلصه الزيتون بكرات السمك والباذنجان، 500 جرام باستا، 100 جرام كرات، 100 جرام كرفس، 30 جرام ثوم، 50 جرام بقدونس، 100 جرام بندوره حمراء، 300 جرام صلصه البندوره، 200 جرام سمك فيليه، 200 جرام باذنجان، 50 جرام زيتون اسود، 100 جرام جبنة موتزاريلا، 20 جرام حر اخضر، 100 جرام نشا، زيت للقلي، 5 جرامات اوريجانو، ملح حسب رغبة وفلفل اسود حسب الرغبة. وخلينا نشوف مشاهدينا شو المكونات بالطبق التاني. مكونات سلطة ثمار البحر على الطريقة اليونانية، 300 جرام خس ملون، 100 جرام خيار، 100 جرام بندورة كرزية، 100 جرام جبنة فيتا، 100 جرام فليفلة، 50 جرام فجل، 30 جرام زيتون أسود، 150 جرام ثمار البحر، 100 جرام بروكولي، 100 جرام بصل أخضر، 50 جرام زيت زيتون، 20 جرام حامض عصير، حامض عدد واحد للزينة، ملح حسب رغبة وفلفل أسود حسب الرغبة.